بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، إخواننا أترك الكتب، أترك الكتاب الشيخ، الفرائض هذه تحتاج إلى أمرين والله أعلم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. الأول تحفظ، ولهذا قال الرحبي احفظ فكل حافظ، يعني ما يحتاج لا ورقة ولا قلم، تحتاج تحفظ، مهم جدا. إذا لا تحفظ ترى لا تدرس، والله لا يحتاج، لا يحتاج تدرس. إذا ما تبغى تحفظ لا تدرس، ارتاح امشي، لازم تحفظ. واحد، اترك الكتابة. الثاني تمارين. لا يوجد عاقل على وجه الأرض يدرس الحساب الرياضيات بدون تمارين، صح؟ لابد من تدريبات، تمرينات، تأخذ ورقة وقلم دفتر وتبدأ تحسب تركات، تركة والدك، تركة فلان كذا، تشوف هنا في نجران وتحسب التركات. مهم، أمرين مهمة جدا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. الأول الحفظ، عندنا أشياء يسيرة تحفظ. إخواننا دورة الآن مقرر عندنا 5 أيام، 5 أيام بإذن الله تأخذ علم الفرائض كامل، ولا تحتاج بعدها إلى أن تكرر الدرس وكذا، إذا ضبطت هذه الأمرين بإذن الله سبحانه وتعالى، الحفظ والتمرينات. طيب، طيب، نريد نتفق على أمور في الدورة، إذا اتفقنا بدأنا الدورة، وإذا ما اتفقنا قال إما الموافقة أو المفارقة، إما الموافقة أو المفارقة. أول شيء اتفقنا مع الشباب على الانتظام في حضور الدرس، يعني تحضر معنا اليوم إلى آخر يوم، ما ينفع تقول والله عندي شيء، عندي كذا، عندي ظرف. نقبل عذر واحد وهو شيخ الموت، يقول فلان مات يغسل وكفن ويصلى علينا، هذا المسجد فيه جنائز، تمام، ونقسم التركة ومع السلامة. نبغى نتفق على هذا إخواننا، ليس لعب، نتفق على هذا. 5 أيام تأخذ فيها علم الفرائض، يكتب في ترجمتك إيش؟ فلان ابن فلان ابن فلان الفرضي، منقبة، هذه منقبة والله، في أسبوع، حتى ليس بأسبوع، هو بالضبط يعني ليس بأسبوع، من العصر إلى العشاء. طيب، طيب إخواننا، هذا العلم، علم الفرائض، لماذا ندرس الفرائض؟ لو قال لك قائل لماذا ندرس الفرائض؟ ها، احنا انت دورة فرائض، لماذا؟ نعم الشيخ، الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. طيب وغيره؟ أكثر القضايا في المحاكم بين العوائل، الخصومات، سببها الإرث، صح؟ لو ارجع الى المحاكم على القضاء، ارجع الى العوائل، اكثر ليش متخاصم مع اخيك، مع جدك، مع قال والله عندنا ارث وكذا واكل علي الميراث، وقتل حتى بسبب تقسيم الارث. وبعض الناس يظن انه الذي يقسم الميراث القضاء في المحاكم الشرعيه، لا، القاضي في المحكمه الشرعيه وظيفه القاضي يصنع صك، يسميه صك حصر الارث، يحصر الورثة فقط، أما يقسم ليس لديه وقت يقسم. من يقسم؟ نحن نقسم، تقسيم التركات للمقسمين، مفهوم الشيخ؟ إيه نعم. فأنت إيصال الحقوق إلى مستحقيها، هذه الحقوق المتعلقة بعين التركة، مفهوم؟ ستأتي بإذن الله تعالى. طيب أخواننا، العلم يقول إما علم أحياء أو علم أموات، وبهذا اختصت الفرائض إيش؟ بنصف العلم، لأنه يقولوا أن الفرائض إيش؟ نصف العلم، لأن العلم نصفين، إما علم للأحياء أو علم مختص بالأموات، وهذا هو نصف العلم، مفهوم؟ تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإن امرؤ مقبوض وأن العلم سيقبض، وتظهر الفتن حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء رحمهم الله تعالى يضعف هذا الحديث. المهم، فضل العلم معروف،
والله أخواننا هذا العلم ترى علم سهل. أنا يعني أقول لكم هذا يعني عن والله أعلم عما درست من مشايخ. هذا العلم ترى أخواننا سهل. أنا أقول للطلاب عندنا في المعهد، طلاب الثانوي والمتوسط أدرسهم فرائض، فأقول لهم أسهل علم هذا العلم. يقولوا لماذا؟ أقول لأنهم ما وجدوا أحد يعني يدرس هذا العلم إلا أنا. قالوا تعال درس العلم وأصبح أي واحد يدرس العلم إخوانا، لأن ما يحتاج إلى شيء، فقط قلنا أسبوع واحد تحفظ تضبط انتهي العلم. تعرف جدول أربعة؟ اثنين وثلاثة وأربعة تعرف جدول الضرب؟ في أحد ما يعرف جدول الضرب اثنين وثلاثة وأربعة؟ هذا سهل. الفرائض تحتاج إلى جدول ضرب أربعة، وتعرف بعض المسائل تحفظها وتنتهي المسائل، وانتهينا من كل شيء إن شاء الله تعالى. طيب أولا، إذا مات الإنسان، إذا مات إنسان ماذا نصنع؟ هل نقسم التركة أو نخرج الوصية أو نجهزه ونكفله أو نسدد الديون؟ قالوا أول ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم في مقاله. أول ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم في مقاله. الفقهاء رحمهم الله لم يتركوا شيئا يعني يصعب عليك فهمه إلا وقربوا لك. يعني مثلا ما هي السنة في أعمال يوم النحر؟ قالوا رنحط، مجموعة في قولك في كلمة رنحط، رامي ثم نحر ثم حلق ثم طواف، تمام. وهنا عندنا إيش يا علي؟ تدوم. أول شيء التجهيز، تجهيز الميت والتكفين والصلاة عليه. اترك الجوال الشيخ، اترك الجوالات، الدالة الديون مرسلة ومعلقة. عندنا الديون تنقسم إلى قسمين، ديون لله سبحانه وتعالى كان عليه كفارات وأيمان، وديون للآدميين. طيب إذن أول شيء تجهيز الميت تكفين والصلاة عليه، ثم أداء الديون سواء كانت لله أو للآدمي. وعندنا ديون مرسلة وديون معلقة، معلقة مثل دين معلق برهن، مفهوم؟ تمام. ثم بعد الدال الواو، الوصية لغير الوارث بالثلث فأقل. وصية لمن؟ لغير الوارث بالثلث فأقل، تمام. الرابع ميم الميراث. إذن احنا شغلنا آخر شيء، مفهوم؟ بعد عمر طويل في طاعة الله الشيخ وليد مات، بعنا السيارة ونظرنا إلى الأغراض الجوال وكذا، جمعنا المال التركة 5000 ريال سعود، تمام. طيب تجهيز وتكفين، قالوا والله نحتاج للتجهيز والتكفين 500 ريال. إذن هذا كم أخرجنا؟ 500. كم بقي معنا؟ 4500. 4500 قالوا والله إنه عليه كفارات أيمان ونذور 500 ريال، صار بقي معنا كم؟ وجانا علي قال أنا أطلب الشيخ وليد 1000 ريال، خذ 1000 ريال. كم بقي معنا؟ إيش؟ حول 3000. إيه 3000 لم بقي معنا. أوصى بثلث ماله الشيخ وليد بعد عمر طويل في طاعة الله، قال أوصي بثلث مالي أن تعطوه طلاب العلم. كم؟ 3000 ثلثها كم؟ 1000. بقي معنا كم؟ 2000، نقسم على الورثة إن شاء الله تعالى، مفهوم؟ تمام. إذن تدوم أول ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم في مقاله. أسباب الإرث لابد، حتى ترث من أي إنسان لابد يكون لك سبب أو طريق. يعني واحد يسأل الشيخ وليد يقول كيف أدخل إلى نجران؟ يقول نجران هذه المدينة لها 3 طرق، طريق الرياض وطريق شرورة مثلا وطريق أبها، ما يوجد طريق رابع تستطيع الدخول منه إلى نجران، مفهوم؟ 3 طرق. طيب أي إنسان يموت، حتى ترث من هذا الإنسان لابد يكون عندك طريق من 3 طرق، نكاح ولا نسب، هذه يسميها الفقهاء إيش؟
أسباب الإرث، مفهوم؟ أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث السبب. نكاح، ما هو النكاح؟ عقد الزوجية الصحيح يرث به الزوج إذا ماتت الزوجة، والزوجة فأكثر إذا مات الزوج. عقد الزوجية الصحيح، دخل بها أو لم يدخل بها، عقد يحصل الإرث، تمام. الثاني الولاء. الولاء ما هو؟ قال عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه. عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه. كلنا عبيد لله، يكون عندك عبد وتعتق هذا العبد، أنت الآن أصبحت إيش؟ لك الولاء لهذا العبد. العبد هذا يقول أنا مولى فلان، مثل نافع رضي الله عنه، هو مولى ابن عمر رضي الله عنهما، مفهوم؟ تمام. الثالث النسب، وهي القرابة، ويرث به الفروع اللي تتفرع منك، الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن، صحيح، والأصول الأب والجد والأم والجدة، والحواشي الأخوة الأشقاء والأعمام وأبناء الأعمام وأبناء الأخوة الأشقاء، مفهوم؟ إذن الأسباب كم؟ ثلاثة، نكاح ولا نسب. عندنا سبب رابع، بيت المال. مات عندنا إنسان وما وجدنا، لا يوجد زوجة ولا أولاد، مقطوع من شجرة يقال عندنا، عرفت؟ ما عنده شيء، يذهب المال إلى بيت مال المسلمين، تمام. قد يكون عند الإنسان سبب لكن يطرأ عليه طارئ مانع. موانع الإرث قالوا ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. الرق، الآن عندنا رجل عنده ابن رقيق، ابن رقيق، هذا الابن لا يرث، لأن لو ورثنا الابن، الابن الرقيق هذا ملك لمن؟ للسيد، فكأننا ورثنا السيد، والسيد أجنبي عن هذا الميت، فالرق مانع من الإرث. اترك الكتاب الشيخ. الرق الثاني القتل، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، لأنه لو فتح هذا الباب إشكال، ترى يقتل والده مثلا ويقول يريد أرث، فلا يرث، ليس للقاتل من تركة المقتول شيء، تمام. الثالث اختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، مفهوم؟ تمام. إذن أخذنا تدوم، وأخذنا أسباب الإرث ثلاثة وموانع الإرث ثلاثة. الآن نريد نذكر الوارثين من الذكور. شوف يا أخي، العلم إذا دخل إلى رأسك مرتب بإذن الله، متى شئت يخرج مرتب. إذا دخل العلم هنا مرتب، متى شئت يخرج مرتب، لكن يدخل مشوش، لا يخرج إلا أن يشاء الله، مفهوم؟ تمام. تسأل بعض الطلاب تقول يا أخي اذكر لي أركان الصلاة، يقول أركان الصلاة، أركان الصلاة، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، أركان الصلاة السجود على الأعضاء السبعة وقراءة الفاتحة، تقول يا أخي روح احفظ وتعال، صح؟ نعم. لكن طالب دخل العلم عنده مرتب، يقول القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع من الركوع، السجود على الأعضاء السبعة، شفت؟ علم مرتب يخرج مرتب، علم مشوش لن يخرج إلا أن يشاء الله، مفهوم؟ طيب، وارثين لابد تذكر الفروع ثم الأصول ثم الحواشي. تقول الوارثين ابن ابن ابن، أب جد، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب، الزوجة المعتق، المعتق كم؟ 15. تستطيع تعيد؟ تستطيع؟ بسم الله الشيخ، يلا. الأول بسرعة، الأول إيش؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. قلنا الزوج خطأ، قول يا شيخ وليد. الإبن، ابن الإبن، وإن نزل الأب والجد له وإن علا، أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، وعم شقيق، وعم لأب، وابن عم شقيق، وابن لعم لأب، والزوج والمعتق. من يعيد؟ يا بسم الله. الابن وابن الابن والأب والجد، وأخ شقيق، أخ لأب،
أخ لأم، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب، والزوج والمعتق، 15. تمام؟ ترى أسمع للكل إن شاء الله تعالى بعد المغرب الساعة كم؟ والآن الساعة 45، معنا وقت إن شاء الله. الوارثات من النساء 10، البنت وبنت الابن والأم والجدة لأم والجدة لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والزوجة والمعتقة 10. يلا يا شيخ وليد. البنت، بنت الابن، والأم، جدة لأم، جدة لأب، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، الزوجة والمعتقة. تعيد؟ من يعيد؟ هاي الشيخ. بنت، بنت الابن، الأم، جدة لأم، وجدة لأب، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، الزوجة والمعتقة. نعم، تمام. إذن الوارثين 15 من الذكور، والوارثات 10 من النساء. تمام. لأنه ممكن يسألك بعض الناس يقول العم لأم يرث؟ لا، لا يرث. الخال؟ لا يرث. ابن الأخ لأم؟ لا يرث. ابن الأخت الشقيقة؟ لا يرث. مفهوم؟ ابن معتق يرث، معتق يرث، جد لأب يرث، جد لأم لا يرث. مفهوم؟ تمام. نحن نبحث عن القرابة بالنسبة لمن؟ للميت. لأن بعض الناس يقول، تسأله تقول من مات؟ يقول مات رجل. طيب، وترك من؟ يقول ترك أم. كيف أم؟ هذه أم للميت؟ يقول لا، هذه أمي، احنا ما لنا علاقة بك أنت، نريد القرابة بالنسبة لمن؟ للميت. قال القرابة للميت زوجة. مفهوم؟ فأنت لابد تعرف هؤلاء 25، لأن القاضي عندنا في المحكمة يكتب كم هؤلاء الورث 25 ويسأل، هذا مات فلان؟ يقول نعم. ترك زوجة؟ يقول نعم، اسمها يقول فلان، يكتب. ترك أم؟ يقول نعم، اسمها فلان. أب كذا. أولاد؟ عنده أولاد؟ أولاد الولد يشمل الذكر والأنثى، يقول نعم، 3 أبناء و5 بنات، يقول اكتب اسمها. وبهذا يصنع، يسميه عندنا القضاء في المحاكم يسموه صك حصر الإرث. صك حصر يعني يحصر الورثة، يقول مات فلان ابن فلان، وليد ابن فلان ابن فلان رحمه الله بعد عمر طويل في طاعة الله، وترك خالد وكذا وكذا، هذا أولاد. تمام. وزوجة اسمها فلانة، وأب اسمه فلان، وأم اسمها فلانة، والحمد لله رب العالمين. هذا يسميه صك حصر الإرث، الورثة. نعم. طيب، إذن أخذنا الوارثين والوارثات، بقي معنا شيئان ونوقف الدرس. باقي معنا الفروض المقدرة في كتاب الله وأصول المسائل. الفروض المقدرة في كتاب الله 6، الفروض المقدرة في كتاب الله 6، تدخلها هنا إيش؟ مرتبة، نصف وربع وثمن، هذه 3، وهنا ثلثان وثلث وسدس. مفهوم؟ مرة أخرى، نصف وربع وثمن، ثلثان وثلث وسدس. يلا يا شيخ. نصف وربع وثمن، ثلثان وثلث وسدس. تمام. نصف ونصف النصف، ربع ونصف الربع ثمن، ثلثان، نصف الثلثان ثلث، ونصف الثلث سدس. تمام. إذن عندنا هكذا لازم نرتب، نصف ربع ثمن ثلثان ثلث سدس. فإذا سألك سائل ما هي الفروض المقدرة في كتاب الله، تقول 6، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، كذا ترتب. مفهوم؟ من أعلى إلى أدنى، نصف ونصف النصف ربع ونصف الربع ثمن، ثلثان ونصف الثلثان ثلث، ونصف الثلث سدس. تمام. أصول المسائل 7، أصول المسائل 7، 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24. اسم هذا ايش؟
أصول المسائل، 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24 اللي تكتب في الأخير. شيخ لا تكتب شيء، مكتوب والله كل شيء مكتوب، أنا أريد نفهم. 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24 هذه يسميها أصول المسائل. تمام، أول شيء إيش؟ 2. الاثنين نصفها كم؟ نصفها 1. تمام ممتاز. 3 ها يا شيخ، لا اصبر الحين نشوف الفرضيين عندنا. ها يا استاذ اصبر معي، ما عندنا 1.5 الفرائض ابدا، مفهوم؟ تمام. 3 ثلثها كم؟ تمام يا اخي لا تتكلم، ترى برجع لك. 3 ثلثها 1 وثلثيها 2. تمام ممتاز، انتهينا. ها من يقول انا؟ بسم الله يلا. 4 ربعها كم 1 ونصفها نصف 4 2. تمام بسم الله القحطاني. 6 نصفها 3 نصف 6 يقول 3 وثلثها ثلث 6 2 وثلثيها 4 وسدس 6 1. تمام يلا بعده. ها الشيخ 8 نصفها 4 وربعها 2 وثمنها 1. سهل يا اخوان. ها الشيخ وليد 12 نصفها 6 وربعها 12 على 4 لا تكلم يا اخوانا لا تكلم. ها 3 ربعها 3 وثلثها ثلث 12 4 وثلثيها 8 4 زائد 4. تمام وسدسها سدس 12 2. من اللي يتكلم؟ اوقف ابراهيم. بسم الله 24 نصفها 12 وربعها 6 ما حتكلم. تمام وثمنها 3 ممتاز وثلثها 8 وثلثيها لا حتكلم يا اخوان. اي الثلث 8 والثلثين 16. تمام وسدسها 24 على 6 4. تمام مرة أخرى. إذن 24 فيها كل الفروض 6، نصفها 12 وربعها 6 وثمنها 3 وثلثها 8 وثلثيها 16 وسدسها 6 4. اجلس الله يفتح عليك. تمام طيب من يعيد علي ماذا اخذنا الان؟ نتوقف عند هذا الدرس، نتوقف حتى نضبط قليل وبعدين ناخذ الدرس الثاني. من لا ها بسم الله اوقف يا شيخ. اخواننا اللي اوجه له السؤال يقوم احسن حتى يعني الدوره الدمويه. بسم الله. لماذا نتعلم الفرائض؟ أجور عند الله سبحانه وتعالى لطلب العلم، وقل رب زدني علما، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، وحتى نقضي بين الخصوم وأكثر المشاكل قلنا بهذا السبب. نعم ويكون لك أجر عند الله. تمام ونصف العلم ويكتب. لا احنا ما نريد هذا، حتى بعض الناس يقول أنا الفرض. لا لا لا، لكن يكتب في ترجمتك بعد موتك إن شاء الله تعالى، بعد عمر طويل في طاعة الله يكتب الفرضي، توفي الشيخ وليد الفرضي، مفهوم؟ اجلس. تمام غيره ماذا اخذنا؟ نعم الشيخ اوقف. نعم الفروض المقدرة في كتاب الله كم؟ هذا علم. عندما يقول الوارثين من الذكور 15، الوارثات من الذكور 10، الفروض المقدرة في كتاب الله 6، أصول المسائل 7، أركان الصلاة 14، هذا علم، هذا دليل أنه ضابط. تمام إذن الفروض المقدرة في كتاب الله 6.
نصف وربع وثمن، ثلثان وثلث وسدس. سدس سدس ما في إشكال، ما هو خطأ، مفهوم الشيخ؟ تمام، أجلس. نعم غيره. ها بسم الله. نعم نعم، الحقوق المتعلقة بعين التركة جمعت في كلمة تدوم، التاء تجهيز الميت وتكفيني والصلاة عليه، الدال الديون إما لله أو للآدم، وقلنا ديون معلقة ديون مرسلة اتركها الآن، ووصية لمن؟ لا وصية لوارث يا شيخ اتق الله، وصية لغير الوارث بكم؟ في الثلث وأقل، فأقل لغير الوارث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. تمام، والواو، الواو وصية، والميم ميراث تقسيم الإرث. هاي الشيخ ما شاء الله. أسباب الإرث كم؟ وموانع الإرث، أسباب الإرث نكاح ولاء ونسب، وموانع الإرث رق وقتل واختلاف الدين. النكاح عقد الزوجية الصحيح، يرث به الزوج إذا ماتت الزوجة، والزوجة فأكثر إذا مات الزوج. الثاني الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه. والثالث النسب يعني القرابة، فروع وصول وحواشي، والرق والقتل واختلاف الدين. وعندنا قلنا سبب رابع وهو بيت مال المسلمين. تمام اجلس. غيره. هاي الشيخ وانت واقف. نعم. الوارثون من الرجال النساء. الوارثون من الرجال هو في النظم هنا قال والوارثون من الرجال عشرة، هذا بالاختصار، احرد بالتفصيل. نعم الشيخ. الابن وابن الابن وإن نزل. والأب والجد. الأب والجد له وإن علا. والأخ الشقيق. أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم. وابن الأخ الشقيق. ابن أخ شقيق. وابن الأخ لأم. ابن أخ لأب. وابن العم، العم الشقيق والعم شقيق وعم لأب، وابن عم شقيق وابن عم لأب، والزوج والمعتق. والنساء الابن، البنت وبنت الابن، بنت وبنت الابن، والأم والأم، والجدة جدة لأم وجدة لأب، أخت والأخت الشقيقة، الشقيقة والأخت لأب، أخت لأب وأخت لأم، والزوجة والمعتق. سهل أو لا؟ ها والله. طيب يلا من يعطينا أصول المسائل السبعة؟ بسم الله ما شاء الله الشيخ صالح. اثنين ثلاثة وأربعة ستة ثمانية اثنى عشر 24. ماذا نستفيد من هذه الأرقام؟ قال هذه الأرقام تأتي عندك مسألة فيها نصف، أقل عدد من هذه السبعة الأرقام السبعة يخرج منها النصف. رقم كم؟ اثنين. تمشي بالترتيب من تحت، اثنين ثلاثة، مسألة فيها ثلث من اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو ستة أو ثمانية أو 12 24، مسألة فيها ثلث من كم؟ من ثلاثة. تمام، مسألة فيها ربع من أربع، مسألة فيها ثمن من ثمانية، مسألة فيها ثلث وربع. الاثنين ما تصلح، الثلاثة ما تصلح، الأربع ما تصلح، الثمانية والستة ما تصلح، نأخذ كم؟ 24. مسألة فيها ثمن وسدس من 24، 12 ما فيها إيش اسمه ثمن، صح؟ 12 فيها ثمن؟ لا، إذن من 24. تمام. طيب إذن أخذنا يا أخواننا، أخذنا تدوم، أسباب الإرث، موانع الإرث، الوارثين، الوارثات، الفروض المقدرة، أصول المسائل كم؟ أصول المسائل المتفق عليها سبعة، الفروض المقدرة في كتاب الله ستة. تمام. طيب إحنا قلنا في أصحاب الفروض الستة كم؟ أول فرض نصف، ثم ربع، ثم ثمن، ثم ثلثان، ثم ثلث، ثم سدس. الآن نبدأ بإيش؟ بالنصف. أصحاب النصف خمسة، والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصب. انتهينا من أصحاب النصف الحمد لله، سهل جدا. نبدأ بالزوج. أصحاب النصف خمسة،
الزوج والبنت وبنت الابن، أخت شقيقة وأخت لأب. هؤلاء أصحاب النصف، كم؟ خمسة. زوج، بنت، بنت ابن، أخت شقيقة، أخت لأب. تعيد الشيخ وانت واقف. زوج، بنت، بنت ابن، أخت شقيقة، أخت لمن؟ عيد من جديد. زوج، بنت، بنت ابن، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم. ما اتركها، أخت لأم. عيد من جديد. أيش؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رجل بتضيع الفرائض لو تعت الزوج النصف، اتق الله يا رجل. زوج، بنت، بنت ابن، أخت شقيقة، أخت لأب. تمام، هذا الخمسة. تمام، زوجة يا ربع أو ثمن، ما تأخذ الزوجة. تبي تعطيها أنت من عندك الآن، أعطيها قبل تموت، لكن بعد تموت والله ما نعطيها النصف أبدا. من يعيد؟ عايش صالح هو تواقف. الزوج والبنت، بنت الابن، أخت شقيقة، وأخت الأب. تمام، هذا الأصحاب إيش؟ النصف. أصحاب الربع غرفة الزوجية. أصحاب الربع إيش؟ زوج أو الزوجة. انتهينا خلاص. أصحاب الربع اثنين. إذن أصحاب الربع من؟ الزوج أو الزوجة فأكثر. انتهينا من أصحاب الربع. أصحاب الثمن غرفة الأرامل من؟ الزوجة فأكثر. انتهينا إذن من هذا القسم الأول. النصف خمسة، زوج وبنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة، وأخت لأب. وأصحاب الربع الزوجة والزوجة فأكثر. انتهينا. الثمن غرفة الأرامل، مفهوم؟ الزوجة فأكثر. انتهينا من الثمن. نأتي الثلثين. الثلثين سهل جدا. الثلثين هم أصحاب النصف عدا الزوج، لكن جمع بنات وبنات الابن وأخوات شقيقات وأخوات لأب. من يعيد لي هذا؟ إخواننا سهل، بسم الله ما شاء الله، حاطين ما شاء الله تبارك الله. نعم، أصحاب النصف خمس، الزوج، بنت، بنت ابن، أخت شقيقة، أخت لأب. أصحاب الربع زوجية، زوج وزوجة فأكثر. وأصحاب الثمن أرامل، زوجات. أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف لكن جمع بنات وبنات الابن وأخوات شقيقات وأخوات الأب، أربعة، لأن الزوج ما يتعدد، ما يجي أكثر من زوج. تمام، كويس. أما أصحاب إيش بقي معنا هنا؟ الثلث والسدس، اتركوها الآن، نأتي لها إن شاء الله. أصحاب الثلث الأم والجمع من الإخوة لأم، وأصحاب السدس سبعة، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. تمام، سنأخذ الآن فقط الزوج. الزوج يأخذ النصف عند عدم الفرع الوارث، عند عدم فرع. ما هو الفرع الوارث؟ قال الفرع الوارث ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن وإن نزل. تمام، إذن متى يأخذ الزوج النصف؟ عند عدم الفرع الوارث. ماتت الزوجة، الله يعوض على فلان من الناس، عندها أولاد؟ قال لا، ما عندها أولاد. في عندها بنت؟ لا. ابن؟ لا. ابن ابن؟ لا. بنت ابن؟ لا. قال ما عندها أولاد أبدا، ولا أولاد ابن ولا كان. طيب إيش تأخذ؟ إيش تأخذ أنت الآن؟ أنت زوج الآن وارث، تأخذ إيش؟ نصف التركة، مفهوم؟ يعني اعتبر عندها 10 ريال، تأخذ كم؟ تحسب 10 مليون؟ نعم، 5 ريال. تمام، إذا أخذنا من؟ الآن فقط أخذنا الزوج يأخذ النصف عند عدم الفرع الوارث. ما هو الفرع الوارث؟ ابن، بنت، ابن، ابن، بنت، ابن. فرع الوارث للميت، مو فرع وارث لك يا شيخ إبراهيم. هو متزوج زوجة ثانية ما لنا علاقة، وعنده أولاد أو أولاد من زوجة التي ماتت قبل، ما لنا علاقة. نحن دائما العلاقة بالنسبة لمن؟ للميت. ماتت امرأة، هلكت امرأة، وتركت زوج وعم شقيق، في ابن؟ لا. بنت؟ لا. ابن ابن؟ لا. بنت ابن؟ لا. فقط تركت ايش؟ زوج من؟ عم شقيق. ياخذ الزوج
النصف والعم الشقيق يأخذ الباقي. المسألة من كم من أصول المسائل السبع؟ من اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو ستة أو ثمانية أو اثناش؟ من اثنين. نصف الاثنين والباقي انحلت المسألة.